طيب النهارده دكتور مصطفى مدبولي اصدر عدد من القرارات الخاصه، انتوا عارفين كان في اجتماع للحكومه واللجنه العليا لمواجهه فيروس كورونا، عدد من القرارات بخصوص اجراءات احترازيه ايام عيد الفطر المبارك، ومنها غلق المحال التجاريه والمطاعم، استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامه والمتنزهات والكورنيش كليه، حظر حركه المواطنين بدءا من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا. كمان كان في جزء من المؤتمر اتكلم فيه، يعني رئيس الوزراء قال كلمة حوالي يمكن 10-11 دقيقة، وادى فرصة بعد كده لعدد من السادة الوزراء يحكوا هيحصل ايه في امتحانات الثانوية العامة. بقت يوم 21/6 امتحانات السنوات النهائية في الجامعات، الدكتور برضو خالد عبد الغفار والدكتور طارق شوقي، يعني كان في بعدها كله كان حوالي 17 دقيقة. المهم في الموضوع انه رئيس الوزراء كان بيتكلم عن اهمية الفترة اللي بعد العيد، بقى الفترة اللي بعد العيد هيرجع الحظر لغاية الساعة 8، يعني بدءا من 8، يعني اليوم هيبقى طويل، هيبتدي المولز والمحلات التجارية والمطاعم هتفتح هتشتغل، ومنتصف 6 هيبقى فيه افتتاح جزئي لدور العبادة، وتعود الأنشطة الرياضية بضوابط احترازية، ومن هنا لغاية 5:30 في لجان بتدرس ازاي الشعائر الدينية اللي هتقام في المساجد وفي الكنائس يبقى معاها اجراءات احترازية مناسبة، الناس تبقى طبعا احنا مش هنخترع العجلة، كان في قداسات وكان في صلوات بتتصلى في الجوامع في اوروبا في فترة ما كان عندهم كورونا قبل ما يجيلنا، فمسألة التباعد الاجتماعي، مسألة عدم التكدس، طوابير سر التناول ما تبقاش فيها ناس لازقة في بعض، بالنسبة للسادة اللي بيتقدموا للتناول في الكنائس بيبقى معاهم المية بتاعتهم او الكابس اللي هي البلاستيك اللي هي بتترمي، يعني ديسبوزبل مرة واحدة وبتترمي، كل واحد يبقى معاه اللفافة بتاعته اللي بيستخدمها، اماكن العبادة ما تبقاش متروسة، يعني لو 5:30 يبقى برضو ده خبر كويس. تعالوا